بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. عقد اليوم مجلس الوزراء اليوم 16 من آب 2022، وفي ديباجة الاجتماع تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء عن الظروف السياسية التي تحيط ببلدنا هذه الأيام، والتي يحكمها التصعيد ومحاولة السيد رئيس مجلس الوزراء بمبادرته أن يوفر أجواء مناسبة للحوار بين الكتل السياسية والزعامات من أجل العراق والعراقيين. كانت هذه الجلسة هذا اليوم يهيمن عليها موضوع استقالة السيد وزير المالية الدكتور علي علاوي، الذي قدمها هذا اليوم وقرأ نصها، نص الكلمة، على مجلس الوزراء، والمبررات الموضوعية والذاتية لقراره هذا. وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد عقد نقاشا فردا قبل المجلس مع السيد وزير المالية للتباحث شأن هذه الاستقالة، ووافق على الاستقالة، واستمع المجلس إلى نصها، وكانت هناك مناقشات وكلمات وغير ذلك. الاستقالة أشارت إلى الظروف الموضوعية لها والظروف الذاتية أيضا للسيد وزير المالية الدكتور علي علاوي، وعبرت عن احترام كبير لإنجازات هذه الحكومة في مفاصل كثيرة. نص الاستقالة طويل من 10 صفحات، وكذلك وصفت الحكومة وإنجازاتها بالاستثنائية، وأنها عملت أيضا في ظروف صعبة واستثنائية، وبينت أيضا أن الإنجازات التي تحققت أعاقتها في كثير من الأحيان صراعات القوى السياسية وفشلها الخاص الذي ينعكس على أداء الحكومة. بينت الاستقالة ونصها أن الحكومة حقيقة مكبلة بالصراع السياسي المستشري خاصة هذه الأيام بين القوى السياسية، والضغوط التي تمارس على صانعي سياسات الحكومة في الوزارات المختلفة، ومنها السياسة المالية في وزارة المالية. المهمات صعبة والإصلاح صعب، وغالبا ما يعاق من هذا الصراع السياسي المستشري بين الكتل السياسية. أشارت الاستقالة كلمة الدكتور علي علاوي إلى النمو السريع للاقتصاد في العراق بنسبة 11% حسب تقارير صندوق النقد الدولي، وأشارت إلى المنجزات التي تتعلق بحفظ الوطن والمواطنين العراقيين، وكذلك بالحكمة و السياسة التي احتوت العنف السياسي أيضا في بلدنا. كان هناك حديث في نص الاستقالة عن وفاء الحكومة بالوعود التي قطعتها للعراقيين، وأول هذه الوعود بالتأكيد إجراء الانتخابات، والانتخابات أجريت كما تعلمون في 10 من شهر تشرين الأول، والآن نحن على بعد 10 أشهر أو تقريبا عن هذه الانتخابات، وفشلت القوى السياسية في تشكيل حكومة جديدة. الانتخابات مؤشراتها الدولية تقول إنها كانت انتخابات نزيهة وعادلة. سياسة الحكومة في المجالات الأخرى كما ذكر نص الاستقالة امتصت الصدمات، وكذلك كل محاولة للانزلاق في العنف، وحسنت حياة العراقيين مقارنة بما قبل بدء عمل هذه الحكومة. كذلك التحديات التي حفت بالحكومة من كورونا على سبيل المثال، والانهيار الاقتصادي، ورقة الدكتور علاوي اليوم في المجلس بيّنت أن هذه الحكومة أدارت أزمة كورونا التي فاجأت العالم بحكمة وبتدبير يحمي العراقيين من هذا المرض، وكذلك الورقة البيضاء التي قدمت رؤية اقتصادية إصلاحية للاقتصاد العراقي. أما في مجال السياسة الخارجية أيضا نص الكلمة عرج على هذا الموضوع، وقد بات واضحا للجميع النجاح المنقطع النظير لهذه الحكومة في صنع أجواء
إيجابية مميزة في علاقاتها الخارجية، خاصة مع دول الجوار الإقليمي التي تستشري بينه التوترات والنزاعات، وأنها نجحت في جمع المختلفين في بغداد، وهذا أصبح واقعا تاريخيا. في كل مرة تحاول الحكومة أن تقدم مبادرات إصلاحية تتعطل وتخفق للأسف بسبب الصراعات السياسية التي هي بعيدة عن هذه الحكومة، وأن مستقبل هذه الحكومة في هذه الأيام يتحدد بتشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات، لكن الإخفاق باد للجميع في أن القوى السياسية حتى الآن ما زالت مخفقة وفاشلة في تشكيل حكومة جديدة، وأن هذه الحكومة حينما تعمل بلا موازنات مدة طويلة، تعلمون قلنا سابقا أن عمر هذه الحكومة بالأشهر هو 28 شهرا، منها 6 أشهر فقط عملت بموازنة في العام 2021 من الشهر السادس إلى الشهر 12، وبقية الأشهر بقية الوقت كله عملنا بلا موازنات. أشار نص استقالة السيد وزير المالية الدكتور علي علاوي إلى أن هناك استراتيجيات إصلاح إداري ومالي وضعتها الحكومة، ولكن هذه الإصلاحات، هذه الاستراتيجيات تعثرت وتعطلت بسبب صراع القوى السياسية، وهذا حقيقة يولد إحباطا لدينا جميعا وليس فقط لدى وزير المالية، في أن محاولات التغيير الحقيقي التي نسهر عليها ونحاول أن ننجزها في وزاراتنا إنما تعاق بهذا الذي نشهده هذه الأيام. الاستقالة أيضا عبرت عن إمكان أن تنجز الحكومة أكثر مما أنجزت لو أتيح لها الوقت الكافي، ولو أتيح لها الدعم السياسي، ولو أتيح لها جو من هذه الإمكانات والظروف الإيجابية والمريحة للعمل، فضلا عن إتاحة موازنات منتظمة للحكومة، لكن كل هذا لم يتوفر، وهي تمثل تحديات حقيقية جابهت الحكومة، وحاولت الحكومة قدر الإمكان أن تعمل بلا موازنة، بلا دعم سياسي، بلا ظروف إيجابية، وسط أشياء كثيرة شهدناها من الاتهامات وكيل من التسقيط الذي نشهده هنا وهناك. هذا الموضوع أيضا جاء في نص الاستقالة. كل دعوات الإصلاح صراحة نقولها مرة أخرى أعيقت بسبب الصراع السياسي، ولا بد من وضع حد لمثل هذه الصراعات، فالحكومة ليست طرفا في الصراع السياسي الجاري هذه الأيام، وأن لديها رغبة في العمل الحقيقي والأصولي ضمن القانون. ختاما، التاريخ سيصدر كلمته النهائية بصدد عمل هذه الحكومة في هذه الظروف العسيرة، وسيقول كلمة عن كل واحد منا ماذا كان دوره وماذا فعل في هذه الأيام العصيبة على العراقيين. هؤلاء العراقيون عانوا ما عانوه عبر عقود من الزمن في حروب وحصارات وقتل جماعي وإبادات وغازات سامة وغير ذلك مما نعرفه من تاريخنا القريب، التاريخ الذي شهدناه وكنا شهودا عليه، وأن فشل القوى السياسية بعد 10 أشهر من الانتخابات في أن تشكل حكومة جديدة إنما جعلت في الأخير من الصعب على رجل يتمتع بالنزاهة والكفاءة والسمعة الدولية الدكتور علي علاوي من أن يواصل عمله واستمراره في منصبه، وبذلك قدم استقالته هذا اليوم. شكرا جزيلا.